اهتزت قلوب العشرات من الكرميين بالاحتجاج وتظاهر أمام مقر الصليب الأحمر للتعبير عن رفضهم للقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، منتهزين اعتصام الأسرى الأسبوعي للتأكيد على عدالة قضيتهم وسط تصميم فلسطيني على إسقاط القرار. هذا التجمع والحشد العظيم من كافة مكونات المحافظة، محافظة طول كرم بكل أطيافها، بهذه الوقفة نعلن البيعة الكاملة لفخامة الرئيس أبو مازن، داعمين لكل توجهاته السياسية وكفاحه الوطني. هذا الرجل الذي حقق الانتصارات في الدبلوماسية الفلسطينية وفي الثبات على هذه الأرض وهذه العزيمة. الفصائل الفلسطينية بأطيافها كافة طالبوا بإجراءات مشددة وعملية على الأرض، مؤكدين حق الشعب وحقوق الأمة باستخدام كل الوسائل القانونية والدبلوماسية على مستوى المؤسسات الشرعية الدولية. مطلوب تحرك أوسع نحو فضح الموقف الأمريكي، الرواية الأمريكية والرواية الإسرائيلية، نحو توحيد الشارع العربي والإسلامي والدولي في مواجهة هذا القرار، والضغط على الحكومات البلدان المختلفة حتى تقول كلمتها في مواجهة هذا الموقف الأمريكي. هناك محاولات من بعض الدول التي تسير في إطار المركب الأمريكي أن تنقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة. نقول أننا سوف نمارس دورنا نضاليا على المستوى السياسي الدبلوماسي والشعبي وعلى كل المستويات الإعلامية، سنفضح الموقف الأمريكي في كل المحافل الدولية وبين كافة الأوساط. القوى الحية في الشعب الفلسطيني لن تقف متفرجة على الوعد الأمريكي وهو يسير بثبات نحو التنفيذ، لذلك وجب التكاتف والتمسك بهدف واحد. شيء مهم نظهر للعالم إنه القدس هوية، هوية لكل المسلمين والفلسطينيين، واللي أي محاولة لمسح الهوية الفلسطينية هذا محاولة لمسح كل الشعب الفلسطيني. حتى نوعي الناس، حتى الناس الجاهلين اللي ما بيعرفوا إيش قضية القدس بتشكل للمسلمين وللفلسطينيين، يعرفوا إنها هي جزء برضو من قضية لكل شعوب العالم حتى الطائفة المسيحية. تنوعت خرائط الاحتجاجات وميادينها لتبقى القدس عروسة العواصم ووجهة العرب والمسلمين الأولى. تلبية لنداء القدس ورفضا لقرار ترامب الذي ضرب بعرض الحائط القوانين والشرعية الدولية، جددت محافظة طول كرم البيعة مع عاصمة دولتهم الأبدية، وتأكيدا على دعم الأسرى في سجون الاحتلال. لتلفزيون الفجر الجديد، تسنيم قشوع.